السيد سيمي بوساسار رئيس اللجنة القانونية في النادي صفاقس نخرج عنده أكثر تفاصيل على الأخبار اللي سمعناها اليوم بخصوص منع السي اس اس من الانتداب. سي سيمي أهلا بك. أهلا بيك، مرحبا بيك سي إسلام ومرحبا بجميع المستمعين. سي سيمي، قمنا وجمهور السي اس اس كيف قام اليوم على أخبار اللي هو حرمان نادي صفاقس من الانتداب بخصوص مستحقات المدرب السابق للسي اس اس خوسيه سيزار، هكا اسمه، ولا أتأكد لي أنت شنو هي تشير الحكاية بالضبط؟ دي سوزا. خوسيه دي سوزا. وي الموضوع هذا، شوف، منع صحيح جاء من الاتحاد الدولي فيفا، ولكن جاب ربي المنع هذا هو يرفع آليا وتلقائيا بمجرد خلاص. يعني نادي الرياضي الشرقي ممنوع من الانتداب إلى حين خلاص مستحقات المدرب المذكور اللي هي في حدود 49,000 أورو. دونك باش تتابعوا الاجراءات القانونيه نتاع تطلبوا الحيثيات وبعض استئناف كان فما، ولا باش تخلصوه؟ الموضوع هذا يلزم الخلاص فقط، معناها مش كما بقيه المواضيع، كما مثلا موضوع المدرب نيبوتشا. هذا موضوع المدرب خوزي دي سوزا، معناها الان يلزم خلاص المبلغ فقط، معناها ما فيش اي اجراء قانوني باش يقوموا به. الاجراء هو توفير المبلغ، رساله الى حساب المدرب المذكور، فيقع اعلام الفيفا ليرفع المنع من الانتداب بصوره مباشره. صار تواصل بينك وبين الهيئه باش يتم الخلاص ان شاء الله في الايام القادمه؟ والله ما تعرفوا، توا فما صعوبات ماليه كبيره الحقيقه، معناها النادي الشرقي في جميع الفروع الان يعاني من مشاكل ماليه كبيره. دونك وجيستيون معناها نتاع الان تعتمد على السياسه الاهم قبل المهم. فما مبالغ كبيرة يلزم يقع دفعها، كسوا للمدرب هذا حتى يقع رفع المنع من الانتداب، كذلك للمدرب التونسي عبد الحق العلاني اللي نجدد شكري ليه، على خاطر هو يعتبر ابن من ابناء النادي ويرتبط بعلاقة وثيقة مع النادي، ولكن يلزم نسويو الوضعية نتاعو باش يقع زاد منع الانتداب المحلي المفروض من لجنة النزاعات في الجامعة التونسية لكرة القدم، إضافة إلى تجنب مشاكل أخرى مالية قد تنجر عن دفع عن عدم دفع مبالغ للنادي الأهلي المصري. حكاية الأهلي المصري سي سامي، المبلغ بقى كيفاش بعثوه لكم بالغلط ولا كيفاش؟ لا، بالنسبة للأهلي المصري فما مبلغ اللي هي منحة التضامن خاصة باللاعب أجايي. دونك المنحة التضامن هذه واجب على النادي الشخصي أنه يرسلها إلى الأهلي. العلاقة بين النادي الصفاقسي والأهلي المصري علاقة وطيدة، وفما تعاون وصبروا الحقيقة الخيان في الأهلي المصري، وتلقاوا قسط من المبلغ هذا اللي هو تم إرساله بالخطأ للنادي الصفاقسي، في حين أنه واجب إرساله إلى الفريق المكون للاعب أجاي. دونك مش يقع توفير المبلغ هذا، وإن شاء الله نوصلوا للحل باش نقسطوه، يقع الاتفاق مع النادي الأهلي لتجنب مشاكل قانونية من وعقوبات من الفيفا. كيف العقوبات من الانتداب ديما كيف العقوبة الأولى تكون؟ بالضبط، مش تكون المنع من الانتداب، ولكن الحقيقة ما تعرف زاد الفريق اللي عنده عديد التقاضي وعديد المشاكل في الفيفا، معناها الأحسن أنه يقع خلاص المبالغ باش ما تكبرش وما تكثرش وما ما يصيرش تصعيد وما توليش عقوبات من نوع آخر. دونك الثلاثة مبالغ هذوما ثلاثة قضايا عاجلين، معناها نتصور هكا ولا سي سامي؟ هذوما عاجلين، بالنسبة هذوما مستعجلين، موضوع اللاعب المدرب سوزا، موضوع الأهلي المصري، وكذلك عبد الحق العلاني. توفرت السيولة المالية للمدرب نيبوتشا، هذا نستناو في الإعلان بالحيثيات نتاع القرار الصادر عن لجنة النزاعات في الفيفا باش نقوموا بالاستئناف نتاعو. الاستئناف التاس بالطبيعة. طبعا. سي سامي، مبلغ متوفر، وقتاش تبدا اجراءات الخلاص؟ حال ما تتوفر السيوله. معناها مش متوفر لحد الان. حال ما تتوفر السيوله الان الحقيقه نشوفوا فما معناها شخص واحد قاعد يقوم بالخلاص اللي هو رئيس النادي. دونك هذه فرصه باش نتوجه من خلالكم جميع مشجعين نادي الرياضي الشرقي، جميع المحبين، جميع العائله الكبرى لنادي الرياضي الشرقي، باش تكون يد واحدة وباش تقوم بالخلاص باش النادي الرياضي الشرقي معناها يقع رفع جميع العقوبات هذه الموجودة والمحتملة. عندكم ديلي من هنا حتى الميركاتو الجاي نورمالمون هكا ولا حسب ما فهمت؟ هو الحقيقة مازال ما فماش توا ميركاتو،
ولكن معناها الإيجابي أنه العقوبة هذه ترفعه معناها بصورة مباشرة في الخلاص، معناها دون أي إجراء آخر، يعني حتى إذا كان اقترب بالمركات ويقع دفع المبالغ فالعقوبة ترفع. واضح، يعطيك الصحة سي سامي بوسيرسان على كل هذه التفاصيل، إن شاء الله يتم خلاص المبالغ هذه، بس ياسر ما يكونش عرضة لعقوبات الفيفا نعرفوا، وإن شاء الله ما يصيرش معناها كما اللي صار في النادي الإفريقي، إن شاء الله أنديتنا الكل تتلافى هالمشاكل هذه. موزيكا بعد شوية نستقبلوا لاعب أفضل ثاني أفضل ظهير أيمن في أوروبا، اللاعب الدولي التونسي أمين بنور. أنا وياك أنا وياك.